اهلا بحضراتكم. اتكلمنا في بدايه البرنامج عن ان النهارده يوم سيلفي المتاحف، وده مخصص للاحتفال بالمتاحف، يوم بيتجمع فيه الاصحاب وافراد العيله في المتاحف عشان يتشاركوا مع بعض الحدث ده، وعشان كمان يتصوروا صوره سيلفي مع القطع الاثريه المفضله ليهم. تعالوا مع بعض نتابع التقرير. يوم السيلفي في المتاحف او ميوزيوم سيلفي داي يوم مخصص للاحتفال بالمتاحف وإلقاء الضوء على أهميتها ودعمها حتى تستمر في تقديم خدمتها الثقافية للمجتمع. في كل سنة وتحديداً يوم 20 يناير بيتحول العالم لمعرض ضخم تحت شعار يوم السيلفي بالمتاحف. هو يوم بيتجمع فيه الأصدقاء وأفراد العيلة في المتاحف للمشاركة في الحدث ده علشان يتصوروا صور سيلفي مع القطع الأثرية المفضلة. وده اللي خلى يوم السيلفي بالمتاحف فرصة رائعة للاستمتاع بالتعلم عن التاريخ والفن، ده غير إنه مصدر كبير للفسح والمرح وخلق الذكريات المميزة مع الأصدقاء والعائلات في كل أنحاء العالم. الاحتفال بيوم سيلفي المتاحف وراء أسباب كتيرة بتخلي اليوم ده مميز جداً، زي مثلاً التعلم بطريقة مسلية. الأطفال ممكن تتعلم وتعرف تاريخ الفنون بطريقة تفاعلية ممتعة علشان تفتح أفاقهم وتشعل حب الاستطلاع عندهم. كمان اليوم ده هيشجع على زيارة المتاحف كمحفز ثقافي وتعليمي، بيشجع أفراد المجتمع على زيارتها بشكل دوري واستكشاف كنوزها. ومن خلال تصوير السيلفي كمان هنقدر نحتفظ باللحظات المميزة مع كل القريبين مننا واللي بنحبهم. ده غير إن الأطفال في اليوم ده تقدر تبتكر مشاهد ظريفة وهي بتتصور مع التحف والمقتنيات الأثرية اللي بتغذي خيالهم ومهاراتهم الاجتماعية.